أنا أخو الشهيد رأفت سيد عبد الرحمن. صحيح أن أخي الشهيد كان سيتزوج في ثاني العيد، وصحيح أنه جهز شقته وجهز نفسه بالعرس، لكن إن شاء الله العظيم سيكون زواجه من الحور العين. وأقول للنظام ولبقاء النظام ولأزلام النظام، إن دماء الشهداء هي للنهار شمس، وهي للشمس ضوء ودفء، وهي لليل بدر، وهي لليمن حياة. وأقول لعلي للمخلوع علي عبد الكرسي بأنه يا علي قد حرق كرتك، قد حرق كرتك، فهذه هي اللغة التي تفهمها وتخاطبت بها مع خصومك، فنقول لك مليون مرة قد حرق كرتك وانتهى. هذه هي رسالة النظام والإسلام. صحيح، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أنا والد المنتصر بالله جميل علي محمد من قرية تبيشة عقب الحبشي، وهذا ابني سقط شهيد، ولله الحمد، ولله ما أخذ، ولله ما أعطى، ولله ما الباقية والآخرة والأولى. أنا كنت أتمنى الشهادة هذه لولدي هذا أو لأي فرد من أفراد أسرتي أن يكون شهيدا في سبيل الله، وهذا يتمنى أي شاب. والحمد لله أنا أطلقت على أم هذا الولد أم الشهيد إن شاء الله، وإن شاء الله يكون من شباب الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنت أتمنيها أنا، قد استمرت بالساحة تقريبا سبعة أشهر حتى ذاق ابن الحال، فصرت أعمل بلقمة العيش ثم أرجع إلى الساحة كي أوجد لأولادي العيش الحلال. وأنا أقول يا عبد الله صالح، مهما طال ولو قدمنا أنفسنا كلنا فداء لهذا الوطن، والله ما نترك لهذا الطاغية الذي سلب أولادنا وسلب رجالنا بدون أي ذنب ونحن نريده، ونقول له والله لنصمد حتى الموت إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة لا من أصحاب الجحيم مع علي عبد الله صالح، ومن كان مع علي عبد الله صالح فهم قم فرعون إن شاء الله عز وجل. وعقب لأولادك يا علي عبد الله صالح بأشر جريمة إن شاء الله تعالى، اللهم يميتك أخسخ موته، أسوأ من القذافي بإذن الله عز وجل، أسوأ من القذافي. وأتمنى أن تكون إننا أحضر موتك، والله لا أعمل بك أكثر من ما عملت بولدي بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعيد محمد بن علي أبو شهيد رافت عيد محمد بن علي خاصر النبال، مهما قدسنا الشعب المدين بالآلاف بالملايين بحين تقدم كل شهداء، تقدم الشهيد ثم الشهيد كل شيء حتى يرحل النظام علي عبد الله صالح وعوانه وإنجامه ونظامه. ونقول له مهما كبرت مهما تكبرت على الشعب المدين مهما كان مقام منتصر، ومعك الخذ والحار بس خذ الخذ وعد، وجد التاريخ لما لا تاريخ التاريخ، وانت بتلعن حياتك ثم ماتت.